وأنا أشاهد سيناريو حياتي، أرى جدتي، أرى أمي، أرى الأم، أرى عالم من الأحاسيس. الأمومة كتلة من المشاعر. في الثانية الذي يخلق الجنين في بطن أمه تصبح حياتها ملكا لأطفالها، جمالها، وقتها، صحتها، حتى سعادتها في سعادة أطفالها. تتحمل تعب شهور بكل فرح وسرور، وألم الولادة الذي يعادل كسر 42 عظمة، وهو ثاني أشد ألم بعد الحرق حيا. فقط من أجلنا ومن أجلكم ومن أجل أطفالنا. على فكرة، الأمومة لمن أنجبت ولمن ربت أيضا وحبت وكبرت وسهرت وبكت، ليس بشرط لمن أنجبت فقط، فهي كتلة من المشاعر أكثر من كل شيء. تحب وتقدم بلا مقابل، تجد الراحة في عناق أولادها، تعشق أدق تفاصيلهم حتى في نومهم، تجد نفسها تنظر إليهم تائهة في ملامح وجههم. مهما كبرنا وتزوجنا وخلفنا، ستبقى ترانا صغارها في أعينها. أحسنوا إلى أمهاتكم، فالجنة تحت أقدامها.